مشاهدينا، وللحديث أكثر عن استمرار تهريب الدولار من العراق إلى إيران وتأثيره على اقتصاد العراق سياسيا واقتصاديا، معنا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. السلام عليكم. السلام. حياكم الله. يعني إلى أي مدى تأثرت طهران بقرار واشنطن تغيير النظام المصرفي بالعراق وإلحاقها بالمنصة الإلكترونية ونظام سويفت؟ بالتأكيد هنالك ضرر كبير حصل على يعني حصل للنظام الإيراني جراء هذه العملية، لأنها قطعت منفذا مهما جدا من منافذ العملة التي اعتمدت عليها إيران كليا ما بعد فرض العقوبات الاقتصادية عليها منذ عام 2014 و2015، وبالتالي لم تجد سوى العراق. الحقيقة كان العراق هو جزء من الاتفاق بين الإدارة الأمريكية وبين إيران حول موضوع الاتفاق النووي، وكان تسليم العراق لإيران جزء من هذا الاتفاق أيام الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما في تلك الفترة. الاتفاق النووي أدى بدوره إلى استفراد إيران بالعراق بهذه الطريقة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة من خلال ميليشياتها الموجودة والحرس الثوري وغيرها، وتمكنت بتجاهل كبير من قبل الإدارة الأمريكية من التغلغل في كل المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبدأت بسحب الدولار باعتبارها سيكون هو الممول الرئيسي لإيران ما بعد فرض العقوبات. يعني هي أغلقت الحنفية على إيران من جهة وفتحتها من جهة العراق ليستمر النظام الإيراني قائما في المنطقة في هذه الفترة استنادا إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في تلك الفترة. طيب هنا أيضا رئيس ترامب ألغى الاتفاق النووي. نعم يعني هنا أيضا على أي أساس ألغى الاتفاق النووي؟ الإدارة الديمقراطية الآن تحاول أن تستعيد هذا الاتفاق النووي، لكن الآن الأوضاع تغيرت، الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة بأكملها تغيرت. الحرب الأوكرانية فرضت طيب. على الجانب الأمريكي الآن بعد انضمام إيران إلى روسيا إجبار إيران بطريقة أو بأخرى على العودة الاتفاق النووي. موضوع سويفت واحد من طرق الضغط على إيران. طيب هنا أيضا يعني على أي أساس يبني أو يبني العراق سياسته النقدية؟ ما مصلحة العراق من استنزاف العملة الصعبة والأجنبية في العراق المستمرة تجاه إيران؟ وكيف يتم إرسال وزير خارجية العراق للتنسيق مع أمريكا للتخفيف من تحويلات الأموال؟ بالتأكيد، لأنه شوف العراق لا يمتلك سياسة نقدية حقيقية، كون العراق لا يمتلك أساسا اقتصاد. العراق اقتصاده ريعي، ذكر هذا الأمر وزير المالية السابق في أحد المؤتمرات في لندن، ذكر قال أنه العراق ما عنده اقتصاد، العراق يبيع نفط ويستلم عليه الأموال ويوزع رواتب من هذا الأساس. على هذا الأساس لا يوجد قاعدة اقتصادية، لا توجد زراعة، لا توجد صناعة، لا توجد أي شيء ممكن أن يعتمد عليه العراق كمورد عدا النفط، لذلك هو يسمى بالاقتصاد الريعي. السياسة المالية أيضا مرتبطة بنفس الموضوع، هنالك تخبط واضح نتيجة المحاصصة الطائفية اللي موجودة وعدم وضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب. كل الأشخاص اللي الآن أداروا المؤسسة المالية في العراق هم أشخاص غير مناسبين في المكان المناسب، وبالتالي كانت سياستهم ركيكة وفي نفس الوقت تتغاضى عن ما يفعله النظام الإيراني داخل العراق من ناحية تغريب العملة، وهم مجبرين على السكوت. هذا الأمر هو ما جعل الحرس الثوري يستفحل في العراق إلى هذه الدرجة، ووصلت الحال إلى ما وصلت إليه الآن. طيب هنا أيضا يعني كما يقال أصبح اللعب على المكشوف، وزير الخارجية العراقي يذهب إلى واشنطن لتخفيف العقوبات أو لتخفيف عملية تحويل الأموال، بالتالي إلى أي مرحلة وصلت إيران باستنزاف العراق علنا وأمام الجميع؟ نعم الآن شوف موضوع التضخم الآن اللي حاصل وخصوصا بالأسعار هو أكبر شيء ممكن أن يهدد حكومة السودان. سقوط حكومة السوداني هذه اللي هي بالتأكيد حكومة الإطار التنسيقي بصورة عامة اللي هي تشمل كل الفصائل الموالية لإيران، سقوط بالتالي سقوط هذه الحكومة الآن معناها سقوط الدور الإيراني في العراق تماما، وهذا ما يخشاه النظام الإيراني في الحقيقة في هذه الفترة. لذلك هم ذهبوا إلى أمريكا محاولة لتخفيف الضغط عن إيران واستمرار حكومة السوداني الحالية بهذا النهج إلى أن يتم إيجاد طرق بديلة لاستنزاف العراق غير الطرق التقليدية اللي هم دابوا عليها منذ عام 2015 وحتى الآن، يعني منذ الاتفاق النووي وحتى الآن. لكن الآن
الضغط الامريكي الان اللي موجود حجم هذه العمليات، عمليات تهريب العمله، وبالتالي على ايران ان تجد وسيله اخرى. في البدايه ذهب وزير الخارجيه الى الفدرال الامريكي وبدا يحاول ايجاد مخرج، واليوم شاهدنا جميعا بالتلفزيون وزير الخارجيه الايراني في العراق لنفس السبب. طيب في هذا الإطار، يعني إلى أي مدى يحتاج العراق الخلاص من هيمنة الحرس الثوري الإيراني عليه؟ وما خطورة هذا الارتباط الوثيق على العراق واستمراره معه؟ مع تأكيد وزير الخارجية الألماني بالدور الذي تلعب إيران في المنطقة، دور إشكالي في المنطقة وخصوصا على العراق وسوريا. طبعا الغرب بدأ يستشعر موضوع خطر الحرس الثوري الإيراني ليس فقط على العراق وإنما على المنطقة بأكملها. الحرس الثوري حاولت كل الدول اتباع سياسة تجفيف منابع تمويله وعدة طرق، فرض عقوبات على بنوك وفرض عقوبات على شخصيات من أجل محاصرة تمويل الحرس الثوري الإيراني، لكن ما زال هنالك منفذ للحرس الثوري الإيراني داخل العراق. هذا المنفذ يمكن الحرس الثوري الإيراني من تمويل ميليشياته سواء في سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وحتى تمويل الأعمال التخريبية في كل دول العالم. والموضوع يثير قلق الغرب حاليا، لانه يعني الان شوف ايران اصبحت شريك لروسيا، الغرب نعم في حرب مع روسيا ولو بطريقه بالوكاله، لكن الان وجود الحرس الثوري بهذه الميزانيه ويبيع طائرات مسيره ويخصب بطائرات مسيره في كل انحاء العالم، بدا يحاول تصدير طائراته واسلحته، هذا بدا يثير مخاوف كل الدول ليس فقط الولايات المتحده الامريكيه او المانيا. لذلك يجب تضع حد لهذا الكيان المزعزع لاستقرار المنطقة بصورة عامة. طيب هنا أيضا بالمقابل، ألا تعد واشنطن هي المسؤولة عن إيصال العراق لهذه النقطة، يعني تسمح له بالتعاون مع إيران من تحت الطاولة؟ وما إمكانية واشنطن بأن تجفف كل منابع تهريب الأموال إلى إيران؟ نعم، كما ذكرت لك في بداية حديثي، إيران كان العراق هو جزء من صفقة يعني ألا تعرف واشنطن أن الأموال تهرب إلى إيران منذ 20 عام؟ لا لا نعم أكيد، لك هي تحت الطاولة، كان هنالك اتفاق بين الإدارة الأمريكية وبين إيران، أنا سأنسحب من العراق، توقع الاتفاق النووي لضمان أمن إسرائيل، وأنا بنفس الدور في نفس الوقت سأمنحك الحرية المطلقة للتصرف بالعراق كما شئت. هذا كان جزء من الاتفاق بين أمريكا وإيران، واللي جاء الرئيس ترامب وألغى الاتفاقية النووية، وبالتالي بدأ تضييق الخناق على الحرس الثوري منذ تلك الفترة. الآن الرئيس الآن الديمقراطي بايدن، الظروف الآن أجبرته على أن يتخذ هذا النهج مع الحرس الثوري، ولا لا توجد مشكلة بين الحزب الديمقراطي وبين إيران ويمكن أكثر المتعاونين في المنطقة بصورة يعني كبيرة هو الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، العفو، الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام الإيراني، ومن جعل إيران بهذا الحجم هو الحزب الديمقراطي في أمريكا من خلال طريقة تعامله وتغاضيه عن كل جرائمهم في المنطقة سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن وحتى في لبنان. كل هذا الأمر كان بسبب حكم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما منح النظام الإيراني الحرية التصرف في العراق منذ توقيع الاتفاق النووي أو منذ بداية حكم الفترة الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. هذا الأمر الآن بدأت الإدارة الأمريكية أجبرتها ظروف الحرب مع روسيا ومشكلة الروس، المشكلة طيب الحرب الروسية الأوكرانية أجبرتها الآن على أن تتخذ موقف آخر باعتبار أن إيران أصبحت تهدد كل الغرب والإدارة الأمريكية. نشكركم، الشكر الجزيل من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.